وأحب أعرفكم بمجموعة Get Ready in Math الخاصة بمرحلة الكي جي 1 والكي جي 2. مجموعة من الكتب مكونة من 3 كتب تم إعدادها وترتيبها خصيصاً عشان تكون مناسبة للمرحلة العمرية والسنية اللي احنا بنتكلم عليها في مرحلتي كي جي 1 وكي جي 2 بطريقة فعالة تضمن تفوق الطلاب واستيعابهم للدروس في السنين اللي جاية. تعتبر مجموعة كتب Get Ready for KG1 and KG2 مليانة بالألوان والرسومات اللي بتساعد الطلبة في السن ده أو الأولاد في السن ده إن هما يتشدوا للمادة. في السن ده إحنا محتاجين إن إحنا نبهرهم بالألوان والأشكال والتدريبات اللي تحببهم في مادة الماس واللي تجهزهم وتأسسهم بشكل مناسب للمناهج اللي هيقابلوها في السنين المتقدمة. وطبعا سلسلة Get Ready in Math بتتوافق بشكل أساسي مع الاتجاه اللي حددته وزارة التربية والتعليم في وضع أساس قوي لمادة الماث اللي بتطور من قدرات الطلبة لحل المشكلات الرياضية. معظم أولادنا بيخافوا من مسائل الماث وبيتجنبوها ودايما بتسبب مشكلة بالنسبة لهم، ولكن من خلال كتاب Get Ready هيكون الطلبة متحمسين بشكل أفضل إن هم يفهموا الماث من خلال الألوان والأشكال التوضيحية اللي موجودة في الكتاب واللي بتساعدهم على بناء الثقة بالنفس والقدرة على حل المشكلات. وهو ده الاتجاه اللي تتوجهه وزارة التربية والتعليم في المناهج الجديدة. كتاب Get Ready for KG1 and KG2 بيحتوي على 3 كتب، أو هي مجموعة من 3 كتب. أول كتاب هو Shapes and Numbers اللي بيعرف الطفل على الأشكال والأرقام. تاني كتاب هو الكاونتينج، وده اللي فيه بيتعلم الطفل عد الأرقام والأرقام الفردية والزوجية والأكبر والأصغر. ثالث كتاب هو الماث بيزكس، وده اللي بيتعلم فيه الطفل الجمع والطرح وكل مبادئ الماث. مجموعة Get Ready هي مجموعة كتب تأسيس فيها عدد كبير جدا من التدريبات الأساسية اللي هتساعد على تحسين مهارات الطلاب في الماث. وطبعا كلنا لازم نبقى مدركين أهمية مرحلة التأسيس، لأن دي بينعكس عليها كل المرحلة اللي جاية. لو تأسسنا صح فإن شاء الله كل حاجة هتبقى سهلة. وكمان تقدروا تسألوا على باقي مجموعة Get Ready in Math لكل السنوات اللي جاية من أول KG1 وحتى Grade 1. تقدروا تتواصلوا معنا لمعرفة التفاصيل على رقم الواتساب الخاص بإدارة القناة. تاني تايتل معانا بيقول لي Why Water Matters. Why Water Matters، ليه الووتر مهمة؟ ليه عاملينها مشكلة كده ان المية مش موجودة؟ ليه المية مهمة في حياتنا؟ الاكتيفيتي بيقول لي Read and learn then answer the questions. Drinking water is an important healthy habit. Your body mostly contains water. Water in every part of your body to make sure that your body is working properly. You need to stay hydrated. تاني، drinking water is an important healthy habit. شرب المية هو عادة صحية مهمة جدا. انا قلت الكلام ده كتير قبل كده وعدناه في primary 1 و primary 2. كل سنة بنتكلم على the importance of the water. ومن العادات الصحية جدا ان احنا نشرب مية كتير. ليه؟ احنا قلنا ان اكتر من 3/4 جسم الانسان مكون من مية. المية بتخش في كل خلية من خلايا جسمك، فلما انت ما تشربش والمية تكون قليلة في جسمك طبعا هيأثر على صحتك. يبقى your body mostly contains water، معظم جسمك مكون من المية. Water is in every part of your body، كل جزء في جسمك فيه مية. To make sure that your body is working properly، عشان تتأكد ان جسمك او كل حتة في جسمك او كل خلية في جسمك شغالة صح، you need to stay hydrated. يعني ايه hydrated؟ يعني تشرب مية، جسمك يبقى فيه مية. hydrated يبقى فيه مية جوه جسمك، يبقى لازم نشرب على طول. اهي hydrated means drinking enough water to keep your body working well. Drinking enough water، تشرب كمية مية كافية، to keep your body، عشان تحافظ على جسمك بيشتغل كويس. زي ما قلت كل العمليات الحيوية اللي موجودة في جسمك بتستخدم المية.
كل الخلايا اللي موجودة في جسمك بتستخدم المية، يبقى انت لازم توفر لهم المية دي. هتوفرها لهم ازاي؟ بان انت تشرب كميات كافية من المية and keep your body hydrated. اهي بص الـ importance of water، اهمية المية. It keeps the body temperature constant، بتحافظ على درجة حرارة الجسم، بتخليها ثابتة. ازاي؟ انت لما الجو بيبقى حر قوي بيحصل لك ايه؟ بتعرق، والعرق ده بيعمل ايه؟ بيبرد الجسم، بينزل من درجة حرارته. يبقى المية مهمة عشان تحافظ على درجة حرارة الجسم. It helps the joints move correctly، بتساعد المفاصل ان هي تتحرك بشكل صحيح. المفاصل في جزء منها جوه liquids، سوائل، والسوائل دي بتحتاج المية. طيب انت لو ما بتشربش مية كفاية، المية دي مش هتكون كفاية في المفاصل، تيجي تتحرك تلاقي رجلك بتوجعك، مش قادر تتحرك لان انت مش مديها كمية المية اللي هي محتاجاها. It keeps the bones healthy، بتحافظ على البونز healthy. It helps the body get rid of toxins and wastes، بتساعد الجسم ان يتخلص من السموم اللي موجودة في الجسم. يعني ايه سموم؟ في شوية ويست او فضلات بتكون موجودة جوه الجسم، بتخرج في صورة ايه؟ مش انت لما بتدخل الحمام في مية، المية دي جاية منين؟ ما المية دي جاية من جسمك. طب لو انت ما شربتش مية، تمام؟ ايه اللي هيحصل؟ التوكسنز والويستز اللي جوه جسمك دي مش هتعرف تخرج، هي بتخرج في المية وانت ما شربتش اصلا، يبقى مش هتخرج، يبقى هتضر جسمك. هنلاقي الناس اللي عندها امراض الكلى بيشربوا مية كتير جدا. ليه؟ عشان الكلى دي او الكيدني هي اللي بتجمع الويستز من الجسم، كلها بتتجمع هناك، وعشان تخرجها لازم مية، فتلاقيهم بيشربوا مية كتير جدا جدا عشان يخرجوا الويستز والتوكسنز اللي موجودة جوه جسمهم. شفتوا المية بقى مهمة ازاي؟ Your body loses a lot of water through sweating, going to the bathroom and breathing. احنا بنخسر مية طول اليوم، بنخسر مية سواء عن طريق sweating العرق، او going to the bathroom او ان احنا ندخل الحمام، and breathing وانت بتتنفس. مش وانت بتتنفس بتلاقي فيه بخار مية طلع من بقك؟ ما دي مية، مية بتطلع وانت بتتنفس. لو جيت نفخت على اي سطح كده بارد هتلاقي فيه بخار مية تكثف عليه. المية دي جاية منين؟ من النفس بتاعك. يبقى المية احنا بنخسرها على طول، طول اليوم انت بتخسر في مية، سواء عن طريق السويتنج او ان انت تدخل الحمام او التنفس. يبقى لازم نعوض المية اللي احنا بنخسرها دي، صح؟ لازم نشرب مكانها مية تانية. If you lose too much water without replacing it, you can become dehydrated and you will suffer from feel thirsty, have headache, feel tired, dizzy and weak. لو انت ما عوضتش كميات المية اللي انت بتخسرها دي، جسمك هيبقى حاجة اسمها dehydrated. احنا اتفقنا ان hydrated لوحدها يعني في مية، جسمك في مية، دي يعني ما فيهاش مية. الهايدريتد لوحدها، هايدريتد يعني في مية في جسمك، دي هايدريتد يعني جسمك ما فيهوش مية. فانت لو ما عوضتش المية اللي بتخرج من جسمك باستمرار دي بمية تانية، هيحصل لك دي هايدريشن، يعني جسمك هيفقد المية اللي جواه ومش هيعرف يقوم بالعمليات الحيوية بتاعته. وانت ساعتها هتحس بايه بقى؟ اولا thirsty، هتحس بالعطش. ثانيا هيجيلك headache، صداع، لان مفيش مية كفاية في جسمك. feel tired، هتحس انك تعبان ومش قادر تتحرك. dizzy، هتبقى دايخ. weak، ضعيف. مش احنا في رمضان بنحس بالحاجات دي كلها؟ عشان ما بنشربش مية، بنبقى عطشانين، بيجيلنا صداع، بنحس ان احنا تعبانين، ممكن ندوخ، مش قادرين نعمل اي حاجة لان بنقعد فترة طويلة ما نشربش. يبقى ده تأثير نقص المية عليك. لما تشربش مية كتير وعمال بقى بتفقد في مية من جسمك، بيحصل لك الحاجات دي. تعالوا بقى نجاوب الاسئلة.
What will happen if you don't have enough water every day? What will happen إيه اللي هيحصل if you don't have لو أنت ما أخدتش enough water مية كفاية every day؟ جسمك هيخش في حالة اسمها إيه؟ dehydration. I will become dehydrated. جسمي مش هيبقى فيه كميات مية كفاية وممكن يجيلي ايه؟ ممكن يبقى عندي headache او feel tired, dizzy or weak. What is the importance of water for your body؟ أهمية المية لجسمك؟ اهي كل دي أهمية المية. Keep the body temperature constant. Help the joints move correctly. Keep the bones healthy. And help the body get rid of toxins and waste. دي إجابة السؤال التاني. دي الـ importance of water. اللي شايف إنه بيستفيد من القناة وحابب إنه يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق فودافون كاش على الرقم اللي قدامكم على الشاشة.